وما هو حال الطلبة الوافدين إلى تونس والمبتعثين في دراساتهم في تونس فعليا؟ كيف هي عملية الدراسة وكيف يتم تجاوز هذه المحنة؟ كل هذه التفاصيل بيسعدنا أكيد التواصل مع زميلتنا في تونس تسنيم قشوع، والمبتعثة أيضا لإكمال دراساتها العليا في تونس. يسعد صباحك تسنيم. صباح الخير هبة، صباح الخير لكل طاقم العمل طبعا المرافق معك في هذا الصباح المعتاد كالعادة، براء عمر، مجد حسين، جميع الطاقم، أيضا صباح الخير ليسري، أحمد السروغلي، خالتهم أحمد، كل الطاقم الشباب والصبايا طول كرم وأهلها وشوارعها، وأيضا تحية لفلسطين عابرة للقارات والمحيطات أيضا. نعم، يعني تسنيم احنا اكيد مشتاقين جدا واحنا اعتدنا على وجودك اليوم معنا، لكن للاسف يعني الدراسات اخذتنا منك وحاليا عم نتواصل معك لتكوني مراسلتنا في تونس. تسنيم، يعني اخر مستجدات كورونا في تونس من حيث الاجراءات وكل الخطوات اللي عم تتاخذها الحكومه التونسيه، حدثينا عنها بشكل اكبر. طبعا بالبداية هبة بتمنى سلامة فعلا للجميع، الشفاء للمصابين سواء في فلسطين أو في كل دول العالم، وتحية أيضا لكل العاملين منذ بداية جائحة كورونا، الحكومة، الطواقم الطبية، الأجهزة الأمنية، حتى الإعلاميين، وكل شخص يبذل جهد لتبقى فلسطين آمنة وسليمة وجميع دول العالم. في تونس بصراحة ما ينطبق على المواطن التونسي حقيقة هو ينطبق على الجالية الفلسطينية والطالب الفلسطيني أيضا. نعم، ومن هنا يعني إذا كان بإمكاني التحدث بلسان الشعب الفلسطيني، تحية خاصة لرئيس جمهورية تونس السيد قيس السعيد وكل الجهود التي تقوم بها الحكومة التونسية لجميع فئات الشعب سواء كان مواطن تونسي أو حتى فلسطيني. ففي تونس حقيقة هبة لطالما اعتبرنا دائما جزءا لا يتجزأ من الكيان في هذه الدولة. وفي تونس تحية أيضا لسعادة السفير السيد هائل الفهوم ومسؤول قسم الشؤون الطلابية في السيد نادر زيارة وجميع العاملين فردا فردا، فهم ملتزمون بتعليمات الجهات المختصة في الجمهورية الشقيقة الخاصة بالأوضاع الصحية وطرق السلامة والوقاية المتبعة في ظل وباء فيروس كورونا، وبناء على توجيهات من السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي. السفارة شكلت بصراحة منذ بداية الأزمة لجنة طوارئ وصندوق طوارئ للحالات الإنسانية، أعلنت عن أرقام للتواصل في حال حدوث أي قضية طارئة بشكل فوري لأبناء الجالية والطلبة على حد سواء، وتطلب دائما منهم بشكل مستمر بأن يمكثوا في أماكن تواجدهم. هناك أيضا لجنة طبية شكلت للحالات الصحية الطارئة، والسفارة مشكورة قامت وأسرعت بصرف المنح الطلابية قبل أسبوعين تقريبا للطلبة الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة الجامعات كغيرها في كل دول العالم هي حتى إشعار آخر. وأيضا بالنسبة لبقية مثلا الطلبة الجدد في معهد اللغات، هناك تعليم إلكتروني أونلاين، هناك مجموعات إلكترونية يقوم القائمين على هذه المجموعات بالتعلم عن بعد. حتى هذه اللحظة لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة. وأيضا يعني إذا كنا على اطلاع بالنسبة لتونس، فهي هناك تقريبا 455 إصابة في الفيروس حتى الآن، هناك 14 وفاة، حالة وفاة، خمس حالات استشفاء وتعافي حتى هذه اللحظة في تونس. نعم. هناك 2637 حجر صحي، حالة حجر صحي في نعم. البلاد أيضا. تسليم، يعني فعليا في هناك متابعة للطلبة الفلسطينيين أو الجالية الفلسطينية من قبل كل الجهات، وبالتالي في هناك أيضا نعم. خطة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني لتكميل لإكمال تعليمهم فعليا وتجاوز هذه المحنة. تسنيم، طيب يعني احنا نستثمر اليوم اتصالك معنا فعليا إذا ما تحدثنا عن موضوع المواطنين التونسيين سواء مواطنين الجنسية أو حتى الوافدين، يعني هل في هناك فعليا التزام حقيقي وفعلي بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المنبثقة عن الحكومة أو عن الجمهورية؟ نعم، يعني قبل أيام خرج رئيس قيس سعيد بخطاب، و
أعلن فيه تمديد الحجر الصحي العام على البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى نرى ما ستؤول إليه هذه الأزمة في الأيام المقبلة. الجميع يعني لو تحدثنا عن الالتزام، هناك التزام بنسبة 80% إذا كان بإمكاني أن أقدرها هكذا. هناك مثلا أيضا حظر تجول، يسمح بالتجول منذ ساعات الصباح حتى 6 مساء حتى هذا اليوم، وبعد ذلك هناك تكون إجراءات حازمة تحاول الحكومة بكل ما لديها بصراحة، وتحاول السفارة أيضا وجميع الجهات لمن لديهم المسؤولية بأن يكون هناك التزام كامل من الجميع حتى لا تؤول ما آلت إليه البلاد الأخرى وتحديدا الدول المجاورة لدولة تونس. وهناك في هذه الليلة هناك جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، ستكون ربما هي يعني فاصلة في تاريخ البلاد للتصويت، ما إذا كان سيسمح لرئيس الحكومة السيد الياس فخفخ باتخاذ إجراءات وقرارات دون الرجوع للنواب، وبالتالي ستكون هناك أنا بعتقد إجراءات صارمة بحق جميع المواطنين، سواء للوافدين، سواء للأجانب، سواء للمواطن التونسي. نعم، يعني احنا تسليم نتمنى لك السلامه وديري بالك على حالك، ويعني اكيد لا شك يعني بنشككش بالتزامك بكل الاجراءات الوقائيه، وبنتمنى كمان انها طبعا اكمال كل تعليمك حتى لو الكترونيا وتعلم عن بعد. بنتمنى السلامه ايضا لكل الجاليه الفلسطينيه ولكل الطلاب والطالبات الفلسطينيه.